السادة أعضاء وشكراً للسادة رؤساء الجمعيات وشكراً للمجتمع المدني اللي حضر معنا هنايا. أنا بغيت نوضح أنني هنا بصفتي كنائب برلماني لدائرة كيفلة الدرماج. وإذا سمحتوا لي قبل ما نقول واحد الكلمة بسيطة بمناسبة هذه السيارة هذه اللي كنقول بها تبعتيك القسم، بغيت نطلب منكم الوقوف قراءة الفاتحة ترحما أولا. هذا بغيت نسأل الحوز اللي كان ضرب هذه الوحدة شوية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عشنا واحد الأسبوع هذي واحد الظروف اللي وهذا الطبيعة ديال الحياة ما عندنا يعني الغالب الله كما كنقول ما عندنا ما نديرو، لكن الحمد لله هاد مصاب الجلال كيتبين على أن الدولة المغربية وقيادة صاحب الجلال كاينة دولة قائمة الذات وكاينة الخير في هاد البلاد. شتو في الناس كيفاش تهدفوا وكيفاش الخيرات كتهبط لهاد المناطق، يعني بلاد ديال الشفاء، بلاد ديال الخير، بلاد ديال الكرم، ديال الايمان بقضاء الله. والحمد لله سيدنا متبع شخصيا يعني كل المراحل ديال انقاذ ديال هاد الناس وديال اعاده البناء ديال هاد المنازل اللي تدمروا. فاذا الحمد لله الدوله كاينه وسيدنا دائما قريب من الرعايه ديالو، كذلك هاد القبائل وهاد المناطق تكون دائما عندها اول نفديه ديالها قبل اي حاجه نهضروا عليها اننا نكونوا ملتحمين وراء الملك وراء العرش وراء المؤسسه الملكيه، لان هي الضامنه ديال هاد الاستقرار ديال هاد البلاد، هي الضامنه ديال اننا نكونوا يعني عايشين في اطمئنان واستقرار، وعندنا الامكانيه اننا نكونوا كنتجوا بكل حريه وكنتفقدوا الاحوال ديال كل أشخاص ديال المملكة. فإذن هذا كان واحد الجانب غير قوس بغيت نفتحو باش عاد ندخلو المشاكل اللي هي كتعلق بالجامعة ديال القاسم. الجامعة ديال القاسم حنا كنعرفوها منذ سنين وماشي عاد أول مرة غنجي للجامعة، يعني دي دابا أكثر من 30 سنة ولا حنا في عملية الانتخابات وفي لقاءات وفي يعني كيكون دائما المناسبات اللي كنتلاقاو مع القدر. وصراحة على أن عيت القاسم مازال ما استفدتش، نقولها بكل صراحة مازال ما استفدتش يعني من الإمكانيات ديال الدولة وداك الشيء اللي كنطمحوا ليه وداك الشيء اللي كان يعني يكون يعني في التصور ديال المنتخبين ديال هذه الجامعة هذه. فبعد ما كنت أنا تلاقيت مع السيد الرئيس ومن بعد الأعضاء كذلك ديال المجلس ومن بعد ما طرحوا عليا بعض المشاكل اللي كتعيش الجماعة، قررنا نقوموا بهذه الزيارة ونشوفوا الدخول المدرسي ونشوفوا يعني المشاكل اللي كتعيش الجماعة في هذا الجانب هذا. صحيح على أن كاين بزاف ديال المخصص، كاين هادشي كيبان مجرد كنشوف بأن راه الأمور، ولكن مع ذلك ما عرفتش ما نكروش على أن كاين مجهود كذلك كتقوم به الدولة في هذه الفترة هذا وكتقوم يعني برصد إمكانيات باش يمكن لنا نتغلبوا على هذا النقص وهذا الخصص اللي حاصل في هذا المجال ديال التغذية الوطنية، ولا سيما أن اليوم الكل كيهضر على أن المشكل الكبير والأول ديال البلاد هو التعليم. ما فين ما غتمشي وفين ما غتهضر كيقول لك التعليم التعليم التعليم، فالتعليم بالشمولية ديالو اللي كنهضروا على التعليم الشمولي راه فيه المناهج، فيه الموارد البشريه، فيه اولياء التلاميذ، فيه العائله، فيه الاسره، هي داخله في هذا الاطار ديال ان التعليم يتحسن. ان الدوله كتعطيك التعليم ولكن التربيه كيعطيها الاسره، هي اللي كتعطيها الدوله. فاذا كاين واحد يعني واحد التكامل واحد المسلسل اللي كيبدا من نشاه الطفل حتى كيوصل للكليه. حنا نبقاو اليوم في عيت بالقاسم، احنا شفنا على ان كاين هناك بعض الامور اللي يمكننا نعالجوها غير على الصعيد الاقليمي. المديريه الاقليميه مشكوره مع السيد المدير سي خالد، صراحه نوهو كذلك تبوا بالمجهودات اللي كيقوم بها
التفاعل ديالو الايجابي دائما يعني في الانصات. انا تكلمت معاه ومستعد انه يستقبل المكتب ديال الايت القاسم نطرحوا عليه يعني المشاكل اللي كاينه وفي حدود الامكانيات المتاحه بالنسبه للمديريه نعطيو الاولويات كما كنقولون نبداو بالاولويات الاولويات ديال بعض المدارس اللي كان سمعت قبيله ملي كنا في طايش في المدرسه ديال الشعب ان واحد السيد كان حاضر معنا على ان كاين هناك خصائص معلمين كاين هناك التعليم اللي كيكونوا في المدرسه يعني كيلقاو اشكال في تلقي الدروس هذه الاشكاليات هذو نقدروا نعالجوها على الصعيد الداخلي خصها تدخلات فرع على الصعيد المركزي مستعدين كذلك نطبقوا ابواب حتى يمكننا اننا نتغلبوا على هذه الاشكاليات اللي اليوم ظهرت في الايت القاسم وانا كان يعني جد سعيد على انه المجلس وعلى الرئيس وعلى الاعضاء انه الهاجس ديالهم الاساسي هو هذا المشكل ديال التعليم لانه هو الاساس ديال المجتمع ايضا كيكون المجلس واعي على انه خصو يعطي العنايه لهذا القطاع ديال التعليم راه عنده درايه على انه راه هذا القطاع هو المستقبل ديال المجتمع صالحه وخرجنا ناشئه في قرات وتربات ووصلات رحنا نفعنا الوطن ديالنا وإلا يمكن ما خديناش عين الاعتبار هاد المسألة هادي راه حنا كنكونوا كنساهموا كذلك في الإفلاس ديال المجتمع ديالنا إذا أنا نبغي نوه هاد البادرة ديال المجلس الجامعي ديال الإيت القاسم نبغي نقول لكم على أننا حنا ك يعني كمؤسسة كبرلماني واحد المؤسسة ديال البرلمان جانبكم نسمعوا لكم نواكبكم ندقوا معكم البيبان حتى يمكننا على الاقل نخرجوا واحد يعني على الاقل ما هو قد يكون مفيد بالنسبه للجامعه الترابيه ديال الايت القاسم وهذا الدور ديال البرلمان يعني سيد الرئيس هذا دورنا وحنا كان الحقيقه كاين تقصير من جهتنا ومن جهه يمكن حتى الرسول ما كيكونش على المستوى باش يمكن لينا تجي واحد الفتره واحد المرحله وبصح ملي كل واحد كيدخل ديك المرحله كيمشي كينشغل مع الجماعه ديالو دابا عندنا حنا كبرلماني عندي التزامات كرئيس جماعه وكننساو شويه الدور ديال البرلماني وكنبقاو كنركزوا على الدور ديال رئيس جماعه في حين على انه ما فيها باس مره في ثلاث شهور او مره جوج مرات في السنه خاص يكونوا مثل هذه الاجتماعات ما بين البرلماني وما بين الناخبين اللي كانوا يوضعوا فيه الثقه باش يمكن له يكون دائما ذاك التواصل ويكون دائما يعرف يكون شنو الهموم والمشاكل في شباب الجماعات وانا ذاك الا كان تحت الفرص على انه نلقاو الامكانيات بطبيعه الحال هذا هو الدور ديالنا خاصنا نلقاو الامكانيات باش يمكن نحسنوا من الجوده ديال التعليم نحسنوا من الجوده ديال الطرقات نحسنوا من الجوده ديال الخدمات ديال اللي كتعطيها الدوله للرعايه ديال صاحب الجلاله يكون عندكم مشكل كذلك ديال التصوير يكون مشكل ديال الطرقه هادشي اللي عارفو كاين دابا حنا هذا اللي قام بوالي يعني هذه بادره طيبه اللي قام بها الجيش انه مع الاتصالات اللي قام بها مع يعني الممثلين ديال البرلمانيين الدعوه قلت له يعني كنحيدوا ذاك الغطاء ديال واش هذا من هذا الحيز ولا هذا من هذا الحيز، دابا اليوم ماشي بهذا الشيء، انا البرلمان ديال الدائره بغض النظر على واش الجماعات انا كنحيدوا اليوم لان اليوم المصلحه العامه اللي كتجي الوقت ديال داك الشيء راه الواحد كيمشي يشري كنضربوا كما كيقولوا كيضربوا على عرض كان اليوم الواجب ديالنا والدور ديالنا هو اننا نجيو نسمعوا الساكنه وقول هذا في خدمه الوطن ماشي كنديروها فلان ولا فلان لا حنا كناس مسؤولين وعندنا غيره على البلاد ديالنا وعلى المنطقه ديالنا خاصنا نجيو نسمعوا كذلك الهموم ديال المواطنين وفي اغلب الاحيان نقولها لكم عندي انا تجربه في هذا الشيء في التسيير ديال الجماعه طبعا الاحيان ملي كتجمع مع الناس وكتسمع ليهم وكتعطيهم الوقت راه 50% ديال الحل درت عليه 50% ديال الحل راه دار لان غير هذاك الوقت اللي عطيتيه ولا ديجا كيكون مرتاح نفسيا كتبقى لي 50% خص الواحد يدير محور باش يوصل للهدف اللي
هو من اجل هنايا واللي هو يعني جاء عليه باش يمكن انه يحسن من الاوضاع اللي حنا كنعيشوا. الحمد لله على بلادنا، نقول لكم الحمد لله حسن، الحمد لله ونشكروا على اننا في المغرب وعلى اننا عندنا واحد الملك اللي قريب من الراعي ديالو اللي عارف بلادو. فاحنا اللي مسؤولين اللي خصنا اليوم نخالطوا في ذاك التوجه باش يمكن لينا نوصلوا الاهداف اللي مصدره من طرف صاحب الجلاله. فاذا انا كنقترح عليكم على انه مثل هذه الاجتماعات يكونوا دوريه على السنه. ماشي دائما شي ما نقولوش كل شهر غنكذبوا على راسنا، ولكن على الاقل واحد يبدا ثلاثه المرات لا فيها باس واحد يجي يطل ونشوفوا واشنو اللي تقدمنا فيه، واشنو هو اللي مازال ما وصلنا ليه، واشنو اللي يمكن عاد نشوفوا اللي خلينا فيه، باش على الاقل نحسوا على نحسوا المواطن على انه فعلا ما كنبقاوش في الشعارات في الاقوال ولا غير، لان الناس عيات من هذا الشيء. خصنا ملي نجيو المره الجايه نجيو نحطوا فوق الطبله هذا تقدمنا، هذا اللي جبنا، وهذه ما جبناش، على الاقل كتكون شويه المصداقيه ما بين الناخب والمنتخب باش ترجع ديك المصداقيه للمنتخبين اللي راه الكل كتسمعهم اليوم على الصعيد الوطني، على ان دائما المنتخب هو المنعوت، هو اللي ما كيديرش كيهضر، في حين على انه هو اللي دائما قريب السكينه وفي المواطنين في الهموم وفي الاحزان في الافراح في يبقى هذا التواصل المستمر، وما ما يمكنش الى بقى هذا التواصل المستمر ما تكونش النتائج، ما يمكنش، يمكن ما تكونش بهذه الطريقه اللي كنتمناوها، ولكن يمكن نحققوا بعض الاهداف اللي حنا كنجريو عليها. فاذا كونوا على يقين على انني انا مستعد نكون يعني موجود في اي لحظه بان لكم على ان خصنا نجتمعوا ونشوفوا شنو اللي يمكن يدار، ومستعد كذلك انني مع الرئيس والمكتب واعضاء المجلس نبقوا بان كذلك عند المصالح المركزيه نشوفوا هذا يعني الامكانيات اللي تكون متاحه ونبداو الاشتغال على اساس انه نحسنوا من جوده ديال الاقسام ونحسنوا من الطرقات، نحسنوا يعني عده مشاكل كتعيشها الجامعه. مفتوح ومرحبا بكم في اي وقت. تفتيفت مرحبا بكم، مرحبا بكم، احنا ولا تفتيفت كاملين، راه كنتو معها ساكنين تفتيفت.